بوتيرة أبطأ من سير السلحفاة تسير عليها مشاريع السكن الاجتماعية بدائرة ورقلة. فمنذ آخر توزيع للسكنات الاجتماعية سنة 2010 إلى غاية اليوم لا تزال مشاريع السكن الاجتماعية يكتنفها الغموض. لا يخدموها ورقلة 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 المدى بين يخدموها البلاد. ولا راه عنده حق جيه راه شحال من عام رانا جايين توصياتكم ولدوك راهم قاعدين للمعلي معلي ما كان والو. عليها سيدي شحال من عام من 2001 راني جاير دوسي ولدوك ما عطاونيش. ولعل اهم الاسباب التي يتحجج بها القائمون على هذا الملف هو تباطؤ المقاولين والجهات المخوله بانجاز سكنات اجتماعيه في الاجل القانونيه. تسلم السكنات عندما تنتهي. احنا 60% لا كانت ما انتهتش. احنا دروك اللي نمدوها باش للتوزيع لازم تكون كل هيكل مستلم تبقى غير التهيئه. حقيقه هناك كان هناك تاخر كان هناك مدة زمنية كبيرة في ولاية ورقلة. تأخر في إنجاز السكنات الاجتماعية مقارنة مع بقية السياغ التي سجلت تقدما كبيرا رغم انطلاقتها المتأخرة دفع بالكثير لمطالبة السلطات العليا بالبلاد بالتدخل لرفع اللبس والغموض اللذان يكتنفان ملف السكن الاجتماعي أو السوسيال.